تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. قبل ما حضرتك تشوف الفيديو لازم تدعمنا بلايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد عن النادي الاهلي بينزل على قناتنا على اليوتيوب. بالنسبه لاخواتي الاهلاويه اللي داخلين عن طريق الفيسبوك وبيعانوا من تسجيل الدخول في اليوتيوب، الامر بسيط جدا، هتلاقي فوق اي فيديو التلات نقط اللي جنب بعض دول، هتدوس عليهم هتظهر لحضرتك القائمة دي، هتختار فتح في اليوتيوب وتدوس عليها، هتقدر بعدها تعمل كومنت وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات. بشكركم مرة واتنين وتلاتة وعشرة، والسلام عليكم. موعدنا مع نشرة أخبار النادي الأهلي ونبدأها بالعناوين. مفاجأة موسيماني لصالح جمعة، والمكروه يلمح لانتقاله للنادي الأهلي، وتنازلات نجم الزمالك لانتقاله للمارد الاحمر، وموقف الحاوي من القمه الافريقيه، ولاعب الاهلي المنحوس خارج جدران الفريق باوامر من موسيماني، واليكم التفاصيل. الاعلامي عمر ربيع ياسين يؤكد على رغبه النادي الاهلي في تجديد عقد صالح جمعه صانع العاب النادي الاهلي لمده موسمين، حال رحيله على سبيل الإعارة، ويعتبر سيراميكا كيلوباترا من أبرز العروض المقدمة لضم اللاعب في الفترة الحالية، والأهلي يبحث من خلال هذه الخطوة تأمين اللاعب من تلقي أي عروض من جانب الأندية المنافسة للقلعة الحمراء. أحمد الشناوي يقدم تنازلات لارتداء قميص النادي الأهلي، وهذا الموقف يعد فيه انقسام بالنادي الأهلي وبلجنة التخطيط بالنادي الأهلي على التعاقد مع أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. قام الشناوي بعرض خدماته على إدارة النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، ورحب بإمكانية تخفيض مقدم عقده المالي، وحرص الشناوي على نقل رغبته إلى إدارة النادي الأهلي برغبته في التواجد مع الفريق الجماهيري الأول في مصر وفي أفريقيا بالفترة المقبلة، وطلب بشكل رسمي ارتداء القميص الأحمر، وهو ما جعل الإدارة الحمراء تدرس الموقف. وكان فريق بيراميدز قد تعاقد مع شريف إكرامي من صفوف النادي الأهلي في صفقة انتقال حر، كما يتواجد المهدي سليمان الحارس الأساسي للفريق والذي قدم مستويات مميزة الموسم المنقضي. محمد فاروق يلمح لانتقاله إلى النادي الأهلي. ألمح محمد فاروق صانع ألعاب فريق بيراميدز باقتراب انتقاله إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقام فاروق بإعادة نشر منشور على حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير انستجرام، وهو يرتدي قميص النادي الأهلي خلال مشاركاته في إحدى المباريات، وتحديدا مباراة أتلتيكو مدريد الودية والتي أقيمت في عام 2017. وكان النادي الأهلي فوض مع محمد فاروق في الساعات الماضية لبحث إمكانية دخوله في صفقة تبادلية مع أحمد الشيخ. يذكر أن النادي الأهلي تعاقد بشكل رسمي خلال الفترة الماضية مع بدر بانون من صفوف الرجاء، وطاهر محمد طاهر من صفوف المقاولون العرب. موقف الحاوي من القمة الأفريقية. فقد غياب وليد سليمان عن النهائي الأفريقي بسبب الإصابة. خالد محمود طبيب النادي الأهلي يؤكد لا توجد أي أزمة في إصابة وليد سليمان في العضلة الأمامية، حيث تعافى منها بشكل جيد. اللاعب يشارك بصفة أساسية في التدريبات الجماعية مع الفريق، وجاهز لخوض المباريات النهائية أمام النادي الزمالك يوم 27 نوفمبر المقبل. وتابع حسين الشحات يسير بشكل جيد في التدريبات الجماعية مع القلعة الحمراء، ولديه إصرار شديد في تجهيز نفسه لخوض المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا. كلام نهائي. الأهلي يستقر على فسخ عقد لاعب. استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على عقد جلسة مع الأنجولي جيرالدو محترف الفريق ووكيل أعماله خلال الساعات القليلة المقبلة، وهناك استقرار داخل جهاز الكرة بالنادي الأهلي على فسخ عقد اللاعب حال رفض انتقاله إلى بعض الأندية الراغبة في الحصول على خدماته الفترة المقبلة. وستشهد الساعات المقبلة محاولات من النادي الأهلي مع اللاعب لتسوية قيمة عقده مع الفريق، بمعنى الحصول على جزء من قيمة عقده المتبقية حال فسخ عقده بالتراضي. يذكر أن المحترف الأنجولي لم يقدم أوراق اعتماده مع القلعة الحمراء منذ انتقاله من صفوف أول أغسطس الأنجولي حتى الآن. انتهت نشرتنا، شكرا لحسن الاستماع. كان معكم أخوكم هاني الشرقاوي، السلام عليكم.
بعد ما حضرتك شفت الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الأهلوية على اليوتيوب. بالنسبة للأهلوية اللي داخلين عن طريق الفيسبوك وبيلاقوا مشكلة في تسجيل الدخول لليوتيوب، الأمر بسيط جدا، هتلاقي ثلاث نقط جنب بعض هتدوس عليهم، هتطلع على حضرتك القائمة اللي قدامك، هتدوس على فتح في اليوتيوب، وبعدها هتقدر تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كان معاكم أخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.